حاجة تانية مهمة حابين نسلط الضوء عليها النهاردة، وهي إطلاق فعاليات المرحلة 28 من قوافل ستر وعافية اللي بينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قرى محافظة الأقصر، وده في إطار جهود التحالف الوطني لتخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين الأكثر احتياجا في القرى المصرية المختلفة. وشهدت القافلة تنظيم ندوات توعوية للأهالي حول عدد من القضايا المختلفة وتوزيع ملابس الشتاء الجديدة بالمجان على الأهالي. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. احنا النهارده موجودين في محافظه الاقصر، ودي مش اول قافله لينا داخل جنوب الصعيد. احنا كان لسه من يومين في محافظه اسوان، ولسه ان شاء الله مستمرين في محافظه قنا الاسبوع القادم. والقوافل ستر وعافيه بدات منذ انشاء التحالف في شهر 3 سنه 2022، واحنا عملنا اكتر من قافله داخل محافظات الجمهوريه. بيتم من خلال هذه القافله تقديم عده خدمات متنوعه زي خدمات الصحيه، ودي تتمثل في الكشف الطبي في جميع التخصصات، بالاضافه ان احنا بنوزع علاج وبنعمل تحاليل طبيه واشعاعات، وبنوزع اللي هي الادوات التعويضيه والكراسي وسماعات الاذن. انا بنشارك النهارده بفعاليات من مبادره تزرع، مبادره تزرع بدعم التحالف الوطني لعمل الاهلي التنموي وتنفيذ الهيئه القبطيه الانجليزيه للخدمات الاجتماعيه. مستهدف المبادره زراعه مليون فدان من محصول القمح لعدد 500,000 مزارع، من ضمنها محافظة الأقصر بنستهدف فيها 10,000 فدان لعدد 5,000 مزارع. مبادرة تزرع بتقدم دعم لصغار المزارعين على التاوي بنسبة 50% أو 40%، بتقدم لهم كمان مدارس عقلية، والمدارس العقلية عبارة عن منهج ست محاضرات بيديهم من بداية الزراعة حتى مرحلة الحصاد، بتقدم كمان دعم فني على الأراضي الزراعية، زيارات حقليه. هدف المبادره زياده انتاجيه القمح من خلال زراعه مساحات جديده، او من خلال تطبيق الممارسات الزراعيه الجيده من الحاجات اللي بيتعلموها في المدرسه الحقليه لزياده انتاجيه القمح. النهارده بنقدم مدخلات كتيره جدا داخل القافله من برامج مختلفه للهيئه. عندنا برنامج تاهيل اشخاص ذوي الاعاقه، بنقدم لندوه توعيه للاسر، بنكون بنقدم لهم الحقوق الخاصة بيهم اللي بتكفلها الدولة، بنوعيهم بيها، وكمان بنوعيهم بإزاي يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة اللي معاهم في الأسرة. عندنا عيادة رمض تكون بتكشف عن العيون والأمراض المسببة للعيون، وكمان بنقدم نظارات طبية للأشخاص اللي تكون محتاجة نظارات. عندنا كمان ندوة توعية للشباب عن ريادة الأعمال وإزاي يكون بيبدأ مشروع رائد خاص بيه يكون بيدر عليه دخل. ده مجهود مشكور الحقيقة من قبل التحالف الوطني، وده ما هيش أول خطوة، وأكيد أنها إن شاء الله مش هتكون الأخيرة، هي جزء من كل إن شاء الله المبادرة دي هتمتد وتشمل كل محافظات جمهورية مصر العربية في ترتيب أولويات، في الأهم في المهم، في الأولى بالرعاية الأول، وفي اللي محتاج أكتر هو اللي احنا بنقدم له الخدمة الأول. ستر وعافية يعني خير وبركة، يعني خطوة كويسة جدا جدا، وإن شاء الله بالتوفيق في الخطوات اللي جاية. طبعا حاجة مهمة جدا جدا، وحتى اسم ستر وعافية قد ايه الاسم ليه معنى حلو وجميل، وبيدل على اللي الدولة بتحاول تعمله او الدولة بتحاول توصله لأهالينا في المحافظات، يعني وبداية بمحافظة الأقصر طبعا.